أنا ودي أوجه رسالة لأمة الإسلام والعرب. تنظيم الإخوان الدولي هو أخطر تنظيم في العالم وموجه ضد الأمة العربية والإسلامية، هدفه أنه يحتل مصر، يسيطر على مصر. لذلك نشوف اليوم كل الإخوانشية يهاجموا مصر، أي مصيبة تحصل في مصر يهللون عليها بهدف إسقاط الجيش المصري حتى يتحكمون في مصر، ويكتمل حلم الإخوان بإقامة خلافتهم على كافة الأراضي العربية. في أيام الربيع الشيطاني من كان يقود هذا الربيع؟ كان يقود الإخوان المسلمين مع حزب الشيطان. كان الإخوان المسلمين عطوهم الموافقة المبدئية أيام هيلاري كلينتون وأوباما أنهم يهيمنون على الأمة العربية، وأيضا بعض الدول الأوروبية دعمت الإخوان حتى يهيمن على الأنظمة في الأمة العربية الإسلامية. لذلك معظم دعاة الإخوان كانوا يقولون سنسقط الأنظمة، سنستبدل الأنظمة، سنقوم، سنسقط الحكام، سندعم الثورات. فهذا مبدأهم كان في الأساس إسقاط الأنظمة العربية. أزين تنظيم الشيطان هذا شلون تكون؟ خلونا نرجع في أيام تأسيسه. الاستخبارات البريطانية جابوا شخصيات عامة وعطوهم 500 جنيه ودعموهم. خلينا نشوف من هالشخصيات اللي اختاروهم. حافظ عبد الحميد شغلته نجار، أحمد الحصري شغلته حلاء، فؤاد إبراهيم شغلته مكوقي، عبد الرحمن حسب الله شغلته عربقي، إسماعيل عز قنيني، زكي المغربي عجلاتي، حسن البنا قائدهم سعاتي. لاحظوا هالشخصيات اللي تم تكوينها وجمعوهم مع بعض، مهنهم شنو؟ مهنهم بسيطة جدا، ما درسوا شريعة أو فقه أو درسوا سياسة، جمعوهم وقرروا إنشاء هذا الحزب الشيطاني، واللي في النهاية قادهم حسن السعاتي لأنه كان أذكاهم وعطوه 500 جنيه. اليوم الإخوان المسلمين ينتشرون في أمريكا، عندهم لوبي قوي في أمريكا وبأوروبا وبأمريكا الجنوبية والعالم العربي، ويدعمون من دول كبرى. وكثير من الدول الأوروبية قالت أن هذا التنظيم تنظيم إرهابي، لكن ما زالوا يدعمونه. شنو هدف وجود هالتنظيم؟ إضعاف الأمة العربية والإسلامية. إخوان المسلمين هو شر وداء وسرطان يقتل كل دولة ترعاه وتربي عندها، لذلك يجب أن نقضي عليه، نجفف تمويلهم. أيضا لما ذكرنا التمويل راح أذكركم في قضية يستربحون منها بكل أنحاء العالم. احنا نشوف على المنتجات اللي تينا من برا كلمة حلال، حلال على كل أطعمة، على المنتجات، على السياحة، وإنها مطابقة للشروط الشرعية، على أساس إن شنو هذا اللحم ولا هذا الدياي ولا هذا ولا أي منتج عليه كلمة حلال. سألنا منو اللي يعطي موافقة على كلمة حلال؟ هم تنظيم الإخوان الدولي. ودخلهم السنوي من كلمة حلال تتجاوز 2.3 تريليون دولار، وكلها تنصب في حساباتهم ويحاربون من خلال الأموال صب في حساباتهم. يا أمة العرب والإسلام، أتمنى من الجميع أن نقف يدا واحدة في محاربة هذا التنظيم. دائما هم يستهدفون على رأسهم مصر والسعودية وباقي الدول الآمنة. تذكرون في الربيع العربي بدأوا بتونس وليبيا ومصر، وحاولوا في السعودية، ودمرت سوريا، وحزب الله مسيطر على لبنان، وحاولوا بالكويت، وحاولوا في الإمارات، لكن كل خططهم فشلت. فأتمنى من الأمة العربية والإسلامية أن تعي أن ما يحصل الآن حتى في اليمن هي بدعم من تنظيم الإخوان الدولي.